شكرا لك زميلتي إلا. وهسه رح نبلش التوقعات الأبراج لهذا الأسبوع، وحنبلش ويا أول برج ويانا اللي هو برج الحمل. برج الحمل، الأخبار التي تسمعها قد تكون منقولة من شخص لشخص، لذلك قد لا تكون سيئة بالدرجة التي تتخيلها. قد تؤجل إنجاز بعض المشاريع الآن لحين تحسين الأوضاع المهنية قريبا. لا تفرط في الشريك مهما تكن الظروف التي تمر بها، فهو الأقرب إليك والأكثر من يفهمك أوضاعك الحياتية. أنجز بعض المشاريع المادية بهدوء وانفتح على مقاربة جديدة. حسن مزاجك وأحط بنفسك بأشخاص منفتحين وتكون طاقتهم إيجابية. وهسه راح نشوف رسالة التاروت إليك يا برج الحمل. رسالة التاروت لهذا الأسبوع إليك تقول يا برج الحمل، توجد لديك أفكار وأشياء، وممكن هذه الأفكار والأشياء راح تغير حياتك. يوجد شيء في بالك أو ذهنك عالق سوف يمر خلال هذه الفترة، وسوف تكون عندك انتقالة يا برج الحمل، والانتقالة راح تكون جذرية. ممكن مريت بتعب وتعكيس، أو ممكن مريت بظروف أحاطت بك كانت سيئة خلال 3-4 أشهر أو خلال الفترة القادمة. وضعك راح يتحسن وراح يتغير بإذن الله تعالى. برج الحمل، يوجد شخص داعم لك في حياتك، وهذا الشخص راح يكون الله سبحانه وتعالى يرسله لك، وراح يكون واجهة لك، وراح يكون تغيير لك بإذن الله تعالى على إيد هذا الشخص. وهذه رسالة التاروت لك يا برج الحمل هذا الأسبوع. وهسه ننتقل من برج الحمل الناري إلى برج الثور الترابي، وتوقعات برج الثور لهذا الأسبوع. إذا لم تكن مرتبط عاطفيا، فستكون الروايات الرومانسية والأفلام العاطفية هي شغلك الشاغل. ربما تتعرف على صديق جديد أو شريك جديد تشعر أنك تعرفه منذ زمن طويل أو منذ سنوات. تقرر أن تخرج من المنزل وتغيير مزاجك وابتعد عن التفكير السلبي يا برج الثور. لا تكن عابسا أمام الشريك. إذا كان لديك شريك لا ذنب له في كل ما يحصل معك، وحاول أن تبتسم وتتبادل معه أطراف الأحاديث المسلية. إياك والغرور يا برج الثور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهم منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعيا، فالزمن لا يرحم أحد. ونشوف رسالة التاروت إليك يا برج الثور. برج الثور، رسالة التاروت إليك تقول أكو انتقالة عندك جدا جذرية، وهذه الانتقالة راح تكون على إيد شريك أو دخول شريك، يا إما يكون من مولود الأبراج النارية، أو يا إما يكون شخصيته قريبة إلى شخصية الأسد. انتقالة جذرية بحياتك. يوجد أشخاص ممكن تعبيك أو موتريك خلال هذه الفترة يا برج الثور. هذولي الأشخاص ممكن راح يسببوا لك مشكلة. حاول تبتعد عن الأشخاص المقربين إليك هالفترة، لأنه هذول دخولهم الأشخاص بحياتك راح يسبب لك مشكلة أو يسبب لك إزعاج والله أعلم. لديك ثلاث خيارات يا برج الثور خلال المستقبل وخلال الفترة الجاية، وهذه الانتقالات راح تكون بها خير وصالح إليك. ممكن عندك اتخاذ قرار أو تتخذ قرار بشيء يخص العمل، مو شرط أن تكون العاطفة، وهذا القرار راح يكون بخير وصالح إليك. رسالة التاروت تقول إليك يا برج الثور، حسن خياراتك وحسن من مزاجك وتفكيرك، وحاول تنتقل من حال إلى حال، وإن شاء الله الفترة القادمة راح تكون بها خير وصالح إليك. وننتقل من برج الثور إلى برج الجوزاء. برج الجوزاء هذا الأسبوع، المواضيع والقضايا الروحانية هي ما تكون لديك بالنسبة لك، وذلك قد تقضي معظم الوقت في مكتبة ما أو في قراءة موضوع ما من هذا النوع. قد يتمنى أحد الأشخاص أن يتقرب منك أكثر فأكثر أو يرافقك، لكن قد يكون لديك ممكن بعض العوائق والموانع، بل ستكون مستمتعا في صحبته. التفاهم مع الشريك ضروري وملح، لأنه يشكل ضامنا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما. يحمل إليك هذا الأسبوع انطلاق جديدة نحو أفق وأوسع، ونجاحات مهنية قد تساعدك في تطوير قدراتك وذاتك. وهسه نشوف رسالة التاروت إليك يا برج الجوزاء. رسالة التاروت إليك يا برج الجوزاء تقول الله أعلم يا برج الجوزاء، أنت محتار بعدة أمور موجودة بحياتك. إلك ثلاث فترات، ممكن ثلاث أشهر فيما مضى، أنت كثير محتار ونفسيتك تعبانة. يوجد فرصة لديك يا برج الجوزاء، وأفضل هذه الفرصة تغتنمها وتكون تفكيرك جدا جدي في بعض الأمور. يوجد لديك انتصار، والانتصار راح يكون جدا قوي. إذا مريتوا بأشياء أو مريتوا بأحداث وتفاصيل، أو ممكن ناس مرت بحياتكم ظلموكم، إذا كان من ناحية الشريك وإذا كان من ناحية
الناس اللي حواليكم، فالله سبحانه وتعالى راح ينصركم وراح تتحقق لكم أهداف غير متوقعة يا برج الجوزاء. برج الجوزاء يوجد لديك انتقالة نوعية، والانتقالة راح تكون خلال فترة قريبة بإذن الله تعالى. خلي تفكيرك وخططك تكون إيجابية، واختار الأشياء اللي بها صالح لك. ممكن رسالة التاروت تقول لك يا برج الجوزاء يوجد لديك أمور مادية، أو يوجد لديك رزق، وهذا الرزق راح تمسكه بإيدك بإذن الله تعالى. وننتقل من برج الجوزاء إلى برج السرطان. عزيزي مولود برج السرطان، رسالة الأسبوعية لك تقول تستحق الفترة القادمة تقدما ملحوظا في ناحية العمل. إذا كنت تريد أن تحقق حلمك سيكون لديك القدرة على تنفيذ ذلك. إذا كنت تتمنى أن تشارك في مشروع جديد لا تنتظر ولو حتى لحظة، ابدأ في شيء قادم راح يكون في خير وصالح لك. المقبل سيكون مليء بالإنجازات، تتراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقت لفراغ. أوضاعك المالية سوف تكون في تحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق الغير مجدي، ولا تتوقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها أو بنودها. وننتقل إليك يا برج السرطان برسالة التاروت، ونشوف شنو التاروت يقول إليك. برج السرطان، يوجد لديك انتظار في موضوع أو انتظار في شغلة، وهذه الشغلة راح تكون بها خير وصالح إلك، أو ممكن مقبل على انتقالة جذرية في بداية الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. سوف تسمع أخبار جيدة، وهذه الأخبار راح تكون بها خير وصالح إلك. اللي منتظرين ورقة أو منتظرين انتقالة راح تكون قريبة جدا بإذن الله تعالى. برج السرطان، يوجد لديك 4 مهام، وهذه المهام جدا مهمة. يوجد لديك علو في الشأن عما قريب بإذن الله تعالى. حاول تحسن علاقتك من الناس اللي حواليك، حاول تقوي علاقتك في 4 أشخاص، وهذول وجود 4 أشخاص الداعمين لك، الكليل المحاط بك، هذا يدل على انتقالة نوعية بإذن الله تعالى. رسالة التاروت لك ببرج السرطان تقول سوف يظهر ناس ساندين وداعمين لك، الانتقالة راح تكون عما قريب، راح تمسك خبر أو منتظر خبر راح تسمع عما قريب، وراح تكون عندك انتقالة جذرية بإذن الله تعالى. وننتقل من برج السرطان المائي إلى برج الأسد، وتوقعات برج الأسد الأسبوعية. عزيزي مولود برج الأسد، فرصة المشاركة في إنجاز بعض المهام كبيرة جدا، لا تتعجب إن وجدت نفسك تفضل أن ترتاح أكثر من مهامك الرئيسية في العمل. سيشهد البعض مجهوداتك، لا تدع أحد من المتطفلين والفضوليين يتدخل بينك وبين الشريك، لأنه قد يزيد من الأمور تعقيدا. تطرأ ضغوطات كثيرة عليك تتعلق ببعض المحيطين، وتحيي بعض الانزعاجات المتعلقة بممتلكاتك مشتركة أو أشياء أو أمور، حاول التكتيم طويلا. وننتقل يا برج الأسد إلى توقعات التاروت إليك ورسالة التاروت إليك لهذا الأسبوع. برج الأسد، يوجد لديك انتقالة وجذرية نوعية. إذا كانت لديك أمور متعلقة بالحياة العملية راح تتوج، وأمورك راح تمشي على خير، وراح تمسك أشياء بإيدك، راح ترسل لك طاقة الكون خبر سار، أو ترسل لك طاقة الكون شيء جدا بخير وصالح إلك. اللي ناوين عمل على عمل راح تترأسون هذا العمل، واللي ناوين على أشياء راح تكون بها خير وصالح لكم. أما الناحية العاطفية فأنتوا موجوعين يا برج الأسد، أو ممكن تحاسين بالفترة اللي أنتوا بيها مكسورين خاطر، لكن هذه الفترة كلش مؤقتة وراح تنتقلون إلى موضوع جدا جدي. الانتظار والصبر إلك يا برج الأسد راح يكون بخير وصالح إلك. يوجد أشخاص وناس داعمين إلك، يوجد تحقيق مهام وأهداف قريبة بإذن الله تعالى. رسالة التاروت إلك يا برج الأسد، تحلى بالصبر، وتوجد انتقالة جذرية عما قريب فيما يقارب فترتين أو أسبوعين القادمة، الله أعلم. وننتقل مشاهدينا من برج الأسد الناري إلى برج العذراء. برج العذراء، تناول نوعيات معينة من الطعام قد يكون أمر غير جدي تماما بالنسبة لك، وذلك ربما تطلب أكثر من صنف في وقت واحد. انتبه لصحتك يا برج العذراء، ولا تتناول الأطعمة الدسمة أو المشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكريات أو الكافيين. برج العذراء، قدمت التضحيات والتنازلات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدم الشريك أو الحبيب التضحيات من جانبه. توقف عن العطاء يا برج العذراء. يحمل إليك الحظ اعتبارا من هذا الأسبوع أخبار جيدة ومفاجآت مناسبة.
وننتقل من برج العذراء إلى رسالة التاروت إليك يا برج العذراء. رسالة التاروت إليك يا برج العذراء تقول أول كارت إليك، هذا الكارت يدل على أنه أنت راح تكون إنسان قوي وتوجد لديك انتقالة جذرية ونوعية بإذن الله تعالى، وراح تكون هذه الانتقالة عما قريب. برج العذراء سوف تتوج أمورك وتمشي على أحسن حال، والكليل والعصي اللي هي عصي الرزق راح تكون رزقة كبيرة إليك غير متوقعة وغير منتظرة بإذن الله تعالى. برج العذراء أنت دائما تقعد وتنحاط بناس وتنحاط بقوة، لكن توجد لديك حرباء، حاول أن تنتبه من ناس تحاربك وتعاديك، وراح تكون أيضا رغم عنهم عندك انتقالة قوية بإذن الله تعالى. برج العذراء اللي ناويين على الحياة العاطفية أو ناويين ترتبطون أو تسألون عن الشريك، العلاقة راح تستمر أقوى. ممكن مريتوا بتعب وتعكيس من ناحية الشريك، لكن الأمور راح تبلش تمشي على خير. الزورق يدل على الانتقالة، والسيوف تدل على أنه أنتوا ناس محاربين، وهذه الحروب كانت في فترة الماضي، لكن الانتقالة مع الشريك ووضعكم راح يتحسن عما قريب بإذن الله تعالى. وشفنا رسالة التاروت إليك يا برج العذراء، وننتقل من برج العذراء إلى برج الميزان. عزيزي مولود برج الميزان، تصل إلى مرحلة من الملل لن تستطيع أن تجر بها شيئا بسببها، قد تجد نفسك مشتتا في أكثر من اتجاه، لا تعرف من أين تبدأ ومن أين تسير، تعامل مع أي مشكلة أو قضية على حدة. يفضل أخذ قسط من الراحة وتناول مشروبات دافئة في المساء أثناء مشاهدتك للتلفاز، تعامل بهدوء مع الناس المحيطين بك، مع الشريك ومع الأصدقاء. تجد نفسك في بعض الأحيان في مأزق عاطفي بسبب عدائيتك اتجاه الشريك، وهذا ربما يدفعه إلى الحسم سريعا. وننتقل إلى رسالة التاروت إليك يا برج الميزان، ونشوف رسالة التاروت إليك خلال هذه الفترة أو هذا الأسبوع. رسالة التاروت إليك، أنت تفكر ممكن بالأشياء المادية، وجايتك رزقة وجايتك أخبار حلوة، والرزقة راح تمسكها بإيدك يا برج الميزان عما قريب. الماء يدل على الخير والرزق بإذن الله تعالى، ويوجد أشياء راح تخليك تقعد في وضع وفي مكان بخير وصالح إليك بإذن الله تعالى. رسالة التاروت والكارت الثاني يقول ممكن أنت عندك انتقالة، وهذه الانتقالة راح تكون بها خير وصالح إليك، لكن كن حاسم في بعض القرارات، واتخذ قرارات تنقلك من حال إلى حال، لا تتسرع ببعض الأمور. يوجد ناس كانوا في حياتك قلبة وحياتك رأسا على عقب، حاولت أنه تطلع من هذه الطاقة السلبية، لكن ما زال الماضي معلق في عقلك يا برج الميزان. حاول تنتبه لنفسك وصحتك ودع الماضي فيما مضى. ننتقل من برج الميزان إلى برج العقرب وتوقعات برج العقرب الأسبوعية. برج العقرب، تجد نفسك مضطرا إلى إلغاء بعض المواعيد المهمة بسبب ضغوطات العمل الخارجة عن إرادتك، وتعيش جو من التوتر. تستطيع هذه الفترة أن تكسب ثقة حبيبك، ولكن عليك أن تقلل من قيمة ذلك أو تقليل من قيمة الشخص المقابل أمامك، لأنه هذا الشخص ممكن أن يتمرد عليك أكثر فأكثر، وذلك يدل على قلة شريكك أنه يفكر أنه أنت قلة احترامك إليه، وممكن أن تسبب لك خلافات على الابتكار، فهو يجد ذلك تعامل سلبي منك. تتلقى اتصالا يحمل إليك أخبار سارة تخص الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه متمنيا له المزيد من التقدم. تبدأ المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأي أحد أن يخدعك أو يغر بك، فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحتك ويؤذي علاقتك مع الشريك. وننتقل إلى رسالة التاروت إليك يا برج العقرب. رسالة التاروت إليك يا برج العقرب، ممكن هذه الفترة كانت جدا سلبية وسيئة بالنسبة إليك، ممكن عندك اضطرابات من النوم، وممكن أنت قلق وشاغل بالك وعندك عدة أمور دا تفكر بها أو متوجه لها، لكن هذه الأمور راح تنحل إذا فكرت أنت بعقلانية أكثر. وانتبه من ناس محاطين بك. الرسمة اللي فوق رسالة التاروت أو الكارت الموجود تدل على الانتقال النوعية والتخطيط وتحقيق هدف بإذن الله تعالى. جدا متسرع يا برج العقرب، وممكن تحاول تسوي مشاكل بحياتك العاطفية أو حياتك العملية، لا تخلي هذا التسرع ممكن يؤدي بيك إلى الندم. حاول تأخذ قسط من الراحة وحاول تهدأ، وأتوقع والله أعلم البعض يلجأ منكم إلى أخذ مسكنات أو أخذ مهدئات، أفضل أنه تبتعدون عنها. المشاكل اللي مريتوا بها فترة الماضي راح تكون بها انتقالة وخير وصالح لكم. حاولوا تتخذون يا برج العقرب الأمور بهدوء، واتخاذ قرارات تكون بهدوء
هدوء وبها خير وصالح لكم إن شاء الله. وننتقل من برج العقرب المائي إلى برج القوس الناري، وتوقعات برج القوس لهذا الأسبوع. عزيزي مولود برج القوس، اكسر قيود الروتين ولا تجعل من حولك يخيفك أو يثنيك. فكر جيدا في الأسلوب مع بعض، أو ممكن تعتذر، وإذا كنت أخطأت في حق شخص ما أو حق ناس محاطين بك على مستوى الشخصي، أنت تحتاج إلى دافع لتجديد علاقاتك. لا تقلق بهذا الشأن، فهذه المرحلة مؤقتة، ولكن من الرغم من ذلك يجب أن تتأكد من كافة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار أو إعلان أو موافقة. عزيزي مولود برج القوس، نشوف رسالة التاروت إليك هذا الأسبوع. رسالة التاروت إليك، والله دا أشوف أمور أنتم كنتم محتارين بها في فترة الماضي، ممكن هي اتخاذ قرار أو ممكن شيء راح يغير حياتك، راح يغيرها إلى الأفضل. انتقالة جذرية بإذن الله تعالى، وأكثر شيء مفكرين بهذه الفترة يا برج القوس هو الرزق. ممكن مريتوا في فترة تكون فيها رزقكم وقف، لكن الانتقالة ورسالة التاروت تبشر بخير لكم. راح تمسكون شغلة بإيديكم كنتوا تحلمون أن تمسكوها. اللي يسألون من ناحية العمل، أكو انتقالة جذرية بإذن الله تعالى. آخر كارت إلك يا برج القوس، يوجد لديك تقدم في العمل، يوجد شراكات جديدة، يوجد اتفاقات جديدة، يوجد أمرين خبرين مهمين، يوجد مبلغين من المال راح تمسكهم بإيدك خلال هذه الفترة القادمة يا برج القوس. أو ننتقل إلى برج الجدي، ونشوف برج الجدي هذا الأسبوع. برج الجدي تغمرك الحماس والجراءة، وترغب في تغيير نمط حياتك القديم أو نمط ممل في حياتك، ممكن يكون العملي وممكن يكون العاطفي. قد تعلن على نهاية خلاف بينك وبين شريك حياتك وانتقال إلى مرحلة متقدمة. ممكن اللي ما مرتبطين راح ترتبطون، واللي مخاطبين راح تخطبون، واللي مريتوا بمشاكل عاطفية يا برج الجدي راح تبلش تنحل، أو تجد في شخص ما يشبهك في كل شيء. برج الجدي يمكن أن تخفف الوهج العاطفي قليلا، وإياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب. لا تتسرع يا برج الجدي، وحاول التفرغ للأمور المهمة في عملك، فذلك يبعدك عن التشكيلات والمواجهات الغير جدية والعقيمة. وهسه ننتقل إلى رسالة التاروت إليك يا برج الجدي. رسالة التاروت إليك يا برج الجدي، والله دا أشوف طبعا أكو لكم أمور راح تتحقق بها خير وصالح لكم من الناحية المادية، انتقالة جذرية إليك. ويمكن أنت مار بأمور أو مار بأشياء سببت لك تعب وتعكيس من الناحية المادية، لكن الله سبحانه وتعالى راح يرزقك بأشياء غير متوقعة وأكثر مما تتوقع يا برج الجدي. برج الجدي أنت إنسان طموح، لكن أنت ما تعمل بجد خلال هذه الفترة، يعني دائما الأمور تاركها للخلف. أشوف أنه أنت أفضل أنه أنت يا برج الجدي تختار الأشياء الصحيحة وتسعى على رزقك، راح تاخذ رزقة جدا كبيرة وبها خير وصالح إليك. وضعك خلال الفترة القادمة راح يتحسن يا برج الجدي، وراح تكون أمور بها خير وصالح إليك. أشوف الانتقالة قريبة بإذن الله تعالى، وأشوف وضعك راح يتحسن عما قريب، لكن اتخذ قرارات صحيحة واجتهد واتعب حتى الأمور تحصل مثل ما أنت تريد. وننتقل من برج الجدي إلى برج الدلو، ونشوف برج الدلو هذا الأسبوع. قد تستاء من تصرف الحبيب يا برج الدلو، تجنب الانفعالات ولا توجه كلام جارح إلى كليكما. عليك التحكم في أعصابك وعدم إلقاء اللوم على حبيبك. ليس الوقت المناسب لإثارة المشاكل والمواضيع الحساسة، ستكون الظروف مغايرة لتوقعاتك، وتوجد لديك انتقالة جذرية. وحاول أن تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب يوم معاكس، لا تراهن على تسوية أي أمر تريده، فأنت تفقد المناعة وتفقد الحصانة. ولا تعصب يا برج الدلو، قد تواجه الفترة القادمة الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل، تحل بالصبر وتحقق مرادك بإذن الله تعالى. ونشوف توقعات التاروت إليك يا برج الدلو. توقعات التاروت إليك يا برج الدلو، هالفترة في فترة الماضي أنت كنت مقيد ومو عارف تختار صح، يوجد أمور خلتك تكون مقيد أكثر فأكثر، حاول تنتبه لنفسك وحاول تنتبه لصحتك. أما الناحية العاطفية فعلاقاتك العاطفية راح تمشي وراح تكون بها خير وصالح إلك. اللي مروا بمشاكل راح تنحل، أو واللي ما عندكم شريك راح يدخل شريك بحياتكم، واللي مروا بحياة عاطفية سيئة يوجد عندكم انتقالة.
أنبه على هذا الكارت، ممكن عليكم طاقة عين أو طاقة سحر، الله أعلم، لكن هذا الكارت ينبه بهواي أمور ممكن تكون تعبتكم نفسيا فكريا جسديا يا برج الدلو. هذا الكارت يشير حاولوا تنتبهون الناس موجودين بحياتكم، هذا الناس ممكن يضروكم أو يأذوكم أو ممكن يكون منافقين بينكم وبين الناس يحاولون يخربون حياتكم، فأرجو الانتباه يا برج الدلو، وهذه رسالة التاروت إليك. توقعات برج الحوت الأسبوعية. على المستوى العاطفي علاقتك بالحبيب ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة، ذلك يمكن أن تحصل على ما تريده في العمل حسب ما أتوقع دون أن تبذل أي جهد أو وقت أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون في أفضل وضع. برج الحوت دائما يسامحك الحبيب على تصرفاتك الطائشة، ولا سيما إذا كان يدرك تماما طيبة قلبك ونياتك الحسنة. برج الحوت، الأخطاء الصغيرة غالبا ما تكون مؤشر لبعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريع حتى لا تتفاقم الأمور لديك. وهسه ننتقل إلى رسالة التاروت إليك يا برج الحوت. رسالة التاروت إليك يا برج الحوت، يوجد لديك انتظار، وهذا الانتظار راح يكون بخير وصالح إليك. ممكن مريت بفترة جدا صعبة في فترة الماضي وصبرت هواي، أو ممكن وصلت لمرحلة تقول نفذ صبري بها، لكن هذه المرحلة راح تكون تخرج من موضوع وتدخل بموضوع، والموضوع راح يكون بخير وصالح إليك. الحياة اللي أنت عايشها خلال الفترة القادمة أو اللي عايشها خلال فترة الحاضر ممكن جيدة بالنسبة إليك، لكن راح تكون أفضل بالمستقبل. اللي ناويين يشترون عقار راح تشترون، يا أما عندكم تغيير حال أو مكان، الله أعلم. رسالة التاروت الأخيرة إليك يا برج الحوت، يوجد لديك انتصار، يوجد لديك أمور راح تكون بها خير وصالح إليك، طبعا أكيد في مساعدة أشخاص، الله سبحانه وتعالى راح يوفقك بعدة أمور، والانتقالات الجذرية والأشياء اللي راح تنتقل لها راح تكون على إيد ناس ساندين وداعمين إليك، والله راح يرزقك بناس جدد في حياتك راح يساعدوك بأمور كثيرة.